الكاتبة وسفيرة حياة كريمة الأستاذة سماح أبو بكر عزت، منورانا مرة تانية. ربنا يخليك حضرتك استاذ ربنا يوسف. يخليك يا انا يعني انا شايفه انه فعلا وجدنا ان الاطفال تبقى فاهمه وواعيه اللي بيحصل على ارض الواقع ايه، لان هم شئنا او ابينا بيسمعوا وبيشوفوا وبيتابعوا، بس المهم بقى يعرفوا المعلومه الصح من مصدرها الصح. حلو حلو. فانا بقى انا بقالي فتره يعني واخده على عاتقي ان حتى لما بروح قريه من القرى في حياه كريمه ابحث في تاريخ القريه، ايه الاحداث اللي مرت بيها، مين الشخصيات المؤثره فيها، ايه 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 الحاجات اللي بتميزها، وابدا اكلم الاطفال فيها. انا بحاول ان انا اغرسهم في الانتماء للمكان اللي هم عايشين فيه. اولا لو انتموا لي يبقى هينتموا للوطن كله. فبلاقي ان الاطفال عندها استعداد تسمع وعندها استعداد يبقى عندها المعلومه، وبعدين اقول المعلومه واطلب منهم هم يقولوها واحسسه ان هو اللي عارفها. يعني ان انا بنكمل بعض انا وهو، فيكسب ثقه اكتر بنفسه. فندم؟ فيكسب ثقه اكتر بنفسه. بالظبط. ده انا عملته مثلا في قريه ست الامراء، القريه اتسمت ليه كده، وقعدنا نتكلم هناك في مدرسه الامير احمد بن شديد. قريب كنت في الأنطرة غرب، وكان تصادف إن ده كان يوم 17 سبتمبر، وكان يوم 15 هو الاحتفال بعيد المرشد المصري. حكينا الحكاية وليه بنحتفل بيه بعد التأميم لما أممنا القناة والأجانب انسحبوا فجأة بغرض إنه يشوفوا المرشدين المصريين هيقدروا يقوموا بالعمل ولا لأ. طب وإحنا عملنا، إحنا قدرنا نقوم بالعمل، فاليوم ده بقى عيد. وهي القناة تاريخها إيه وحكايتها إيه أصلا؟ وتاريخ القناة من أيام سنوسيرس الثالث. حلو. لازم الأطفال تبقى يعني فاهمة تاريخها وفاهمة حاضرها، لأن اللي ما يعرفش تاريخه لا هيقدر أنه يتفاعل مع الحاضر ولا يقدر يصنع المستقبل. ده نفسي مهم. نفسي 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 يا استاذه سماح تكتب لنا حاجه للاطفال متعلقه بكيف هزم الجنرال فريزر على السواحل المصريه، لانه في يجي جيلين ثلاثه ما يعرفوش ان مصر هزمت البحريه البريطانيه في عز قوتها. بالظبط. وبالنسبه ل 50 سنه حرب اكتوبر استاذ يوسف، ده المفروض تاريخ ما يمرش كده. طبعا. لا يعني احنا ان شاء الله هنشتغل في حياه كريمه على هذا الـ 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 يعني الموضوع. وانا بالفعل كتبت قصه عن حرب اكتوبر. حلو. بس عايزه اقول فيها ان نصر اكتوبر ما كانش بس يوم 6، يوم 6 كانت البدايه، توالت بعد كده طول الشهر كان في معارك متتاليه. طبعا. كلها كانت الحقيقه يعني بتؤكد بساله الجيش المصري. ولذلك لما كنت في السويس من اسبوعين اتكلمت مع الولاد عن تاريخ 24 اكتوبر، ليه هو عيد السويس القومي، حصل ايه فيه. فمهم ان الاطفال تبقى فاهمه تاريخها وتبقى عارفه حكايه وطن. 100%. يعني حكايه الوطن اللي احنا تابعناه على مدى 3 ايام وشفنا الانجازات اللي حصلت، وعرفنا انه قد ايه 10 سنين المفروض كانت تبقى فتره انتقاليه لكن حصل فيها انجازات المفروض كانت تحصل في عدد اكبر من السنوات. حكايه الوطن حكايه كبيره قوي، لازم الاطفال تبقى واعيه وحاسه وعارفه تاريخها ايه واللي بيحصل النهارده ايه عشان بكره ده بتاعهم. حكايه وطننا اكثر ازدحاما من اي طبعاً. حكايه لاي وطن الحقيقه يعني. بالظبط. انا هقول لحضرتك ان انا مثلا سعيده جدا بتجربه انا شفتها ياريت. على ارض الواقع اللي هي تجربه كابيتانو. اوكي. انا بتحرك كره القدم صح؟ انا بتحرك في الكره، وطبعا كرة القدم دي عشق لكل الأطفال والشباب، وعندهم المثل الأعلى والأغلى اللي هو مو صلاح. فإن حضرتك تجمع أولاد من كرة مختلفة، تجمعهم في مكان يتألفوا مع بعض يتعايشوا مع بعض، انت هنا بتعلمهم قبول الآخر أهو، لأن واحد من الشرقية قاعد مع واحد من شمال سيناء. أنا شفت ده بعيني وقعدت معاهم بالفعل. طبعا. تاني حاجة بتزرع فيهم الأمل، لما حضرتك تعرف إن فيها 10 يعني طلبة من اللي اشتركوا في الموسم الأول لاعبين في كابيتانو، دلوقتي حضرتك هيحترفوا في إسبانيا خلاص. ما شاء الله ما شاء الله. 10 من ولادنا من شبابنا لسه طالع ما شاء الله رايح إسبانيا.
فده انت بتدي ان الامل، والولاد بيشوفوا ان هم لا احنا مش بعاد، لا ده احنا قريبين ولينا يعني كيان، ولينا حلم بيتحقق، ولينا ناس مهتمه بينا وبتدور علينا وبتبحث عننا من الكرة وتجيبنا عشان تكتشف فينا الموهوب اللي هيمثل مصر بعد كده. صح، فانا الحقيقه سعيده بالتجربه، وبشكر الشركه المتحده الحقيقه على هذا البرنامج، لان لو حضرتك تعرف الولاد مفعمين بالامل جدا وبالاصرار، وانه احنا ازاي خدنا تجربه ان احنا سيبنا المحافظه بتاعتنا اللي عمرنا ما خرجنا منها ممكن غير مع اهلنا، واحنا لوحدنا هنا معتمدين على نفسنا. لا ده تجربه كابيتان، ودي وصلت لمرحله والله هقول لحضرتك انه انا عايز اشكرك جدا استاذ سماح، كل الشكر ليك يا كاتبه وسفيره حياه كريمه سماح ابو بكر عزت.